لمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ خالد داوود نائب رئيس تحرير الأهرام. أنا برحب بحضرتك أستاذ خالد معنا إلى هذه التغطية رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ خالد خليني أبدأ مع حضرتك في البداية بكلمة السيد الرئيس اليوم التي جاءت قوية وواضحة للغاية في هذا المؤتمر الصحفي اللي جمعه مع المستشار الألماني أولاف شولز، حدث على العديد من النقاط. الحقيقة كانت كلمته غاية في القوة ورد فعل قوية من قبل الدولة المصرية، والذي كان يراهن بشدة على حتى وعي المواطن المصري الذي يعي ويدرك أن كل ما يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لكل مواطنين غزة ومواطنين الفلسطينيين إلى سيناء. كيف تابعت كلمة السيد الرئيس اليوم أستاذ خالد؟ نعم، مساء الخير. أولا يعني طبعا الكلمة كانت صريحة وواضحة وقاطعة في الرسائل التي وردت فيها فيما يتعلق بالرفض القاطع لأي عملية تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، وطرح السؤال الذي يعني كان يتحدث به الجميع ولكن لم يكن يتم تداوله علنا، وهو أن بحكم أن الكيان الصهيوني وإسرائيل هي المسؤولة عن العملية العسكرية الحالية وهي التي تقوم بقصف قطاع غزة بهذه الطريقة، فلماذا لا تقوم بفتح المعابر من الجهة الأخرى؟ لماذا لا يجب أن يكون تدفق الفلسطينيين الهاربين من هذه المجازر التي ترتكب بحقهم يتوجهون إلى مصر؟ يعني الجهة المسؤولة عن هذه المجازر هي إسرائيل، وبالتالي من الممكن أن يتوجهوا إلى صحراء النقب، من الممكن أن يتوجهوا إلى مناطق أخرى قريبة من غزة لتوفير الحماية لهم، من الممكن إقامة مناطق آمنة داخل قطاع غزة نفسه بحيث يتم التعهد بعدم توجيه أي ضربات لها. ولكن ده إحنا ما شفنا حضرتك حتى المستشفيات يعني ليست في مأمن من هذه الضربات، وليس فقط المجزرة التي ارتكبت في المستشفى المعمداني أمس، ولكن أيضا يعني على مدى الأيام العشرة الماضية قالت وكالة الأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة أنه يتم قصف المستشفيات التابعة لها، يتم قصف المدارس التابعة لها، وبالتالي يعني الطرف المسؤول ويعني المدان والذي يجب محاسبته عن كل هذه الأمور هو إسرائيل. وبالتالي كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني صارما في هذا الشأن، وأن مصر لن تتورط مطلقا في إحداث نكبة أخرى بالفلسطينيين كما شهدنا في الأعوام 48 و67، وأن الجميع يعرف بشكل صريح ومباشر أنه إذا خرج أي فلسطيني من أرضه عنوة بسبب هذه الهرجية الإسرائيلية فلن يعود هؤلاء الفلسطينيين إلى أرضهم، ونكون قد خلقنا مشكلة جديدة. والرئيس كمان تناول بصراحة يعني أمر يتعلق بالعلاقة المباشرة بين مصر وإسرائيل، مذكرا أنه إذا تم هذا السيناريو المرفوض تماما وتم إجبار الفلسطينيين على التوجه إلى مصر، فسنجد ربما عمليات مقاومة تنطلق من سيناء إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ذلك الوقت ده هيؤدي لتصعيد في العلاقات بين مصر. صحيح، حتى أنه كشف كل الأوراق بالنسبة لإسرائيل بأن إسرائيل ما تريده الآن في المقام الأول هو جر الدولة المصرية إلى حرب وإنهاء حتى عملية السلام. يعني شوفي حضرتك، هو الواضح تماما ان اسرائيل بتتصرف بتهور شديد، رغبه في العارمه في الانتقام من العمليه اللي قامت بها حركه حماس في يوم 7 اكتوبر، ورؤيتهم ان ربما الحملات العسكريه المعتاده الاجراميه اللي بتتعمل من قصف متواصل للمباني لا يكفي لارضاء الراي او العام الاسرائيلي او لانقاذ حكومة نتنياهو الحالية، فيتم بقى تصوير الأمر أن هناك إنجاز آخر يتم تحقيقه، وذلك عن إنهاء حلم وأمل وحق إقامة الدولة الفلسطينية بشكل نهائي، وذلك عن طريق تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وتوسيع هذا الأمر ربما لاحقا لكي يتم تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وخلاص انتهت بقى بالطريقة دي القضية الفلسطينية. ولكن يعني طبعا احنا يعني لسنا عجزة، ويعني مصر دولة كبيرة والدول العربية لديها الكثير من الوسائل لمواجهة ومقاومة ورفض هذا السيناريو، لأنه يعني في برضه مازال مجتمع دولي آخر خارج إطار الولايات المتحدة وخارج الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي توجه لإسرائيل اليوم، وكان يعني تبنى فورا وحتى قبل أن تطأ طائرة إسرائيل الرواية الكاذبة الإسرائيلية فيما يتعلق بالدعم أن صواريخ فلسطينية هي التي ضربت المستشفى، بينما لا يمتلك الفلسطينيين أصلا أي مقذوفة من أي نوع لديها القدرة على تحقيق هذا الحجم الواسع من الدمار والقتل لأبرياء لأطفال ونساء. والعالم والسيد بايدن الذي تتحرك مشاعره لرؤية الأطفال
الإسرائيليين أو مدنيين إسرائيليين يتحدث صحيح. عنهم ولم يثبت ذلك عمليا. أين مشاعره عندما يرى الأطفال والنساء الفلسطينيين والسيدات الفلسطينيات؟ يعني لماذا يعني ماذا يمكن وصف ذلك سوى أنه عنصرية فاضحة في دعم إسرائيل رغم كل جرائمها، وما يتوجب أنه في الواقع محاسبتها وملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية في عقاب مجزرة أمس في المستشفى المعمدية. أستاذ خالد، ونحن نتحدث عن الدور المصري اللي كان قوي جدا منذ اندلاع هذه الأزمة، من وجهة نظر حضرتك هل الموقف المصري بما قام به السيد الرئيس منذ اللحظات الأولى بمسألة حتى توجيه كل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تقف العديد من القوافل أمام المعبر في انتظار فتح المعبر، وكل حملات التبرع اللي قام بها كل فئات وأطياف الشعب المصري، وهناك حراك قوي جدا ودبلوماسي على مستوى لقاءات عديدة تجمع السيد الرئيس مع عدد من وزراء خارجية دول العالم، واليوم هذا الاجتماع، هل تعتقد بأن الموقف المصري كفيل لمسألة حتى أن يكون له انعكاسات إيجابية في هذا الوقت في التحديد في هذا التوقيت وبشكل سريع وبشكل عاجل لوقف إطلاق النار، أو حتى مسألة تسريع وصول المساعدات، فك الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ هل الموقف المصري وحده كافي لحدوث كل هذه الانعكاسات المباشرة بشكل عاجل للشعب الفلسطيني؟ يعني شوف حضرتك، مصر دولة معنية بشكل مباشر بما يجري داخل فلسطين. احنا دولة لنا تاريخ طويل حتى فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته في العام 48، وما أشرت له حضرتك فيما يتعلق بالموقف على المعبر فهي جريمة أخرى فاضحة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يشكل عقاب جماعي لاثنين مليون وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني محرومين من أبسط الحقوق من الطعام ومن الدواء ومن المياه ومن الكهرباء ومن الوقود. فبالتالي يعني الموقف المصري واضح أنه لا يجب حتى استخدام هذا الأمر وهذه الحقوق الأساسية من أجل ابتزاز مصر وقبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. فمن يقوم بإغلاق المعبر بكل تأكيد هو سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لأن المعبر مفتوح من الجانب المصري، ومن يمنع المرور، وحضرتك أكيد سمعتي تصريحات نتنياهو النهاردة أنه ما زال متمسكا بإغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمساعدات، وردت مصر على ذلك أنها لن تسمح بدورها بمرور الأجانب وبمرور من يطالبون بالرحيل من غزة إلى الجانب المصري والخروج منها. فبالتالي يعني مرة أخرى نحن نرى نموذج آخر لمدى العنجهية الإسرائيلية والاستثناءات التي يتم منحها لها على الصعيد الدولي، لأنه حضرتك يعني فعلا إحنا ما نقدرش ما نقارنش برد الفعل الغربي على اللي حاصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الحجم الواسع من التضامن وإرسال الأسلحة واستقبال اللاجئين وفتح الحدود بمقارنة وأي يعني أضرار يتعرض لها المدنيين في أوكرانيا يتم وصفها بالجرائم وملاحقة السيد بوتين رئيس روسيا، ولكن هذا ينقلب إلى صمت مطبق وتام عندما تقوم إسرائيل بعمل هذه الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بإغلاق المعبر ورفض دخول المياه. هم يقولون أننا نعم نمنع عنهم المياه لأنهم لا يعاملونهم أنهم بشر من الأساس، وحتى ده وفقا لتصريحات رسمية سواء تلك الصادرة من الرئيس الإسرائيلي أو من وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أو من حتى قادة المعارضة اللي هم بينتموا للأحزاب اليمينية داخل إسرائيل. فيعني للأسف الشديد من المؤكد أن يعني مع بالذات عقاب ضربة الأمس، مجزرة الأمس التي طالت ما يزيد عن 500 شهيد وشهيدة وأطفال في فلسطين، يعني هناك تحول ربما في الموقف الدولي وإدراك أن هذا الجنون لا يمكن أن يستمر، وأنه بكل تأكيد لابد من وقف هذه الهجوم وعملية الإبادة التي تقوم بها إسرائيل والسماح في نفس الوقت بدخول المساعدات الإنسانية. لا تتصور بصراحة أن يقف العالم هكذا ويبقى، يعني هو فعلا متفرجا على مدى العشرة أو 11 يوم الماضيين بينما تجري. لكن يمكن أستاذ خالد بالتأكيد يمكن بعد ما حدث بالأمس هذه المجزرة البشعة التي لا يمكن وصفها ولم يسبق لها مثيل، الحقيقة نثق في القيادة السياسية والدولة المصرية وفي مقدمتها بالتأكيد السيد الرئيس بأنه سيتم بالتأكيد وقف هذا التصعيد والعمل بجد وبشكل قوي للمساعدة في وصول كل هذه المساعدات والإغاثية والطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. يمكن كل ما يقوم به السيد الرئيس ستساهم بشكل كبير في حشد جهود كل المجتمع الدولي لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ورفض الكامل والقاطع لتصفية القضية الفلسطينية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد داوود نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.